السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بمتتبعين قناة سحر الطبيعة. اليوم إن شاء الله غادي نديرو مقيلة ديال الكفتة بمطيشة. غادي أنا خديت الطاجين، كبيت شوية ديال الزيت، غادي ندير واحد البصلة اللي قطعتها مربعات رقيقة، ها هي غادي نخليها تشحر حتى تنزل شي شويه. وكيف ما كنقول لكم دائما، البصله باش تنزل كندير لها شويه ديال الملحه، لان الملحه كتساعدها كتنزل بسرعه. غادي نخليها تنزل، وغادي نضيف ليها واحد الثومه وحده باش تزيد تعطينا بنه اكثر. وغادي نخلي هاد البصله حتى تنزل ان شاء الله، عاد غادي نضيف توابل. صافي البنات الغزالات، ها هي من بعد ما نزلت لينا البصله، غادي نضيف مطيشه اللي شديتها قطعتها مربعات. انا ما كيبغيوش ليا ولادي تكون محكوكه، نتوما الا بغيتو تحكوها بالحكاكه حكوها لكم الاختيار، وكميه عاوتاني على حساب عدد افراد الاسره ديالكم. غادي ندير وهي راه خلاص دغيا كدوب، يعني بلا ما تحتاج نحكها، يعني ماشي هذيك المطيشه اللي كتكون عاصيه، هذه راه مرمله غير مع شويه ديال الصهد دغيا كتنزل. غادي نضيف ليها واحد المعلقه صغيره اللي درت ديال المطيشه الحك، خففتها بشويه ديال الماء. غادي نديرها هكذا، وغادي نضيف توابل. عندي معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال سكينجبير ما تكثروش، شويه ديال البزار، شويه ديال الكركم، وشويه ديال الكمون، ومليحه. وغادي ندير شويه ديال قزبر ومعدنوس. صافي، غادي نحرك هادشي وغادي نخليها طيب في هاد المويه اللي غادي يطلق مطيشه. غادي نغطي عليها ونخليها طيب على خاطرها. وفي هاد الاثناء غادي نمشي نوجدو الكفته ديالنا. هاد الاثناء عندي الكفته، ها هي، والكفته البنات كتبقى على حسب الكميه اللي بغيتو اللي عندكم. كنضيف ليها معلقه ديال البصله اللي حكيتها في الحكاكه، ما بغيتش انا ما كنفضلش نديرها مقطعه صغيره، لان في ملي كنجي نكركبوها هكا كتعذبنا شويه. غادي نضيف ليها شويه ديال قزبر ومعدنوس. وفي التوابل عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه لان الكفته عندي فيها فيها مالحه. عندي الراس معلقه صغيره ديال القزبر يابس، عندي شويه ديال البزار، شويه ديال الكركم. ما درتش سكينجبير لانني ما كنديروش في الكفته، درت غير شويه في لاصوص يكفي. وغادي نضيف شويه ديال زيت البلديه. غادي نخلط هاد العناصر كلها. سمحوا لي البنات، انا راه اختكم بلديه، ضروري ما غادي نخلط بيدي، يعني كاين شي حوايج اللي راه ما كتلاقش معاهم المعلقه بصراحه، وسمحوا لي. صافي، غادي نخلط هذه تدخل معها التوابل، وغادي نشكلها كرات باش ان شاء الله نضيفوها في الطاجين. صافي، وغادي نشكل منها ان شاء الله كرات، والحجم كتحكموا فيه نتوما، بغيتوهم صغار بغيتوهم كبار، يعني كيرجع لكم الشكل ديال الحجم ديال الكرات عفوا. صافي، انا غنستمر هكا باش ما نطولش عليكم، ونرجعوا نتلاقاو. وفي هذا الاثناء البنات، ها هو
من بعد ما شحرات لينا مطيشه مزيان، ها هي الشوك، شتو الناس كي قلت لكم ها هي بدات دابت. غادي نضيف هاد الاثناء غنضيف كويرات ديال الكفته، غنحطوهم بشكل اللي يكون زوين لاني ما غاديش نحركو كما غنحطهم، يعني غيبقاو نحطوهم بشكل اللي يكون زوين، ما غاديش نعاود نحرك الطاجين. صافي، وغادي نغطي عليه وغادي نخليه يطيب على خاطرو هكذا. وباش البنات ما تجيكمش الكفته، يعني هذه كنصيحه بالنسبه للبنات المبتدئات، ما تجيكمش الكفته ناشفه او لا طيب اكثر من القياس وتجي قاصحه، ضروري في هذه المرحله غادي تجهدوا عليها النار باش ما تطلقش. الا كانت البوطه ناقصه غادي تطلق الماء ديالها وغادي تنشف. صافي، غادي تنشف وغتجي قاصحه. حنا غرضنا بها غير طيب زي الكفته راه تطيب بسرعه، في هذا الاثناء غادي نجهد عليها النار هكذا باش هي كطيب وهاد لاصوص كتشرب شي شويه. صافي، غادي نغطي عليها واحد شويه، ما نخليش الكفته طيب ليا بزاف كما قلت لكم باش ما تقصحش، غنغطي عليها غير شي شويه وغنعاود نعري عليها. صافي، هنا البنات عريت عليها غير شوحي واحد شويه، ما كنخليهاش انا بزاف، كندير عليها هكا خطوط من زيت البلديه كتعطيها واحد الطعم رائع زيت العود. صافي، دابا غادي نخليها هكذا عريانه تتشرب شي شويه، وكيف ما قلت لكم ما تحركوش كاع الطاجين، خليوه هكا وراه غادي تطيب معنا هذيك الكفته بسرعه. في هذا الاثناء البنات غادي نضيف جوج بيضات، هذا راه بيض بلديه البنات عندي، وكميه ديال البيض كتبقى هلا حسب كل واحد، ممكن ديري 3 4 5 يعني القياس اللي بغيتي. كيف ما ممكن ما تضيفيش البيض، اللي ما كيبغيش يدير البيض ما يضيفوش، انا كتعجب وليداتي بالبيض. وزعوا عليه، يعني هاد الاكله ديال في كيت الوحايل كما كنقولوا، يعني في اخر لحظه بسرعه كطيب، تكوني مشغوله كنتي خارجه وجيتي معطله، يعني كتنفع بزاف بزاف. نتوما عارفين ما حتاش نقول لكم بسرعه كطيب. في هذا الاثناء البنات من بعد ما طاب البيض كنزينو هكذا بشويه ديال قزبر معدنوس. صافي، وشي شويه غادي نطفي عليه. ولهنا البنات الغزالات يكون الطاجين ديالنا طاب، ها هو ما شاء الله طاجين خفيف ظريف ديال فكاي الوحايل كما كنقولوا، كيوجد بسرعه هائله. كفته دغيا كطيب، لاصوص دغيا كطيب. كنتمنى يا ربي لا فيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الرضا ديالكم. الى عجبكم لا فيديو كندعوكم للانضمام لقناه سحر الطبيعه. كنشكر المشاركين بزاف بزاف، وكنشكر خصوصا البنات اللي التحقوا مؤخرا بالقناه، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ولهلا خطاكم عليا، شجعوا اختكم باللايك من باب التشجيع باش كنتشجع وكنتحفز وكنزيد نعطي اكثر واكثر. لهلا يخطيكم عليا وما كنسخاش بكم دائما، شكرا لكم، شكرا شكرا. واخا نعيا ما نشكركم ما نوفيكمش حقكم، وكنرحب بكم بزاف بزاف. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن. الى اللقاء في فيديو اخر ومع وصفه اخرى ومع الف سلامه.